figure ça fait genre. شركة كريغور نضمنا واحد الرالي ان شاء الله من بروكسل حتى مراكش، غندوزو على تيتوان، طنجة، رباط، مراكش، دار البيضاء ومحمدية. وبغينا جينا نفرحوا بلادنا ونهزوا راية المغرب وديما مغرب. واش اللي تعملوا في هذا الرالي هذا؟ عندنا واحد العمل خيري كل صباح، هذيك الفان اللي شفتوه هو الاول، يعني كل صباح غندوزو على دار الايتام. وفي النص النهار ان شاء الله عندنا ميتينغ اوتوموبيل، غيكون جوائز للناس، غتكون غيكونوا لي تشالنج لي زانيماسيون وتصاور مع الناس. بغينا نفرحوا المغاربه ديالنا ونجيبوا العز ان شاء الله. يعني جبتم مساعدات ضل الايتام والخيريات؟ نعم، جبنا المساعدات مع لا فونداسيون بورزه اللي هي كاينه في بلجيكا. دونك هذيك بارتناريا ما بين شركه كريغور مكملات غذائيه وشركة بورزة فونداسيون، هذه هي لا بارتيسيباسيون. غنزوروا الايتام ان شاء الله في طنجة، في الرباط، في مراكش وفي دار البيضاء. العيد جاي ان شاء الله، عندنا عيدين. جبنا الفرحة قبل العيد ان شاء الله، ونزوروا دار الايتام ونفرحوا الدراري الصغار، ونجيبنا لهم حتى داكشي اللي غيحتاجوا للدخل المدرسة ان شاء الله. والعيد؟ والعيد كبير طبعا، العيد الكبير. جبنا بزاف الحاجات ماشي الحواله، ولكن جبنا اصلا خدينا كونتاكت معاهم قبل ما نجيو، داكشي اللي كيحتاجوا. احنا جينا من بروكسل ان شاء الله، جينا نكبروا المغرب ديالنا، نعملوا شي غالي ان شاء الله، فوار لي اسوسياسيون ديالنا، لي زورفولينا ان شاء الله، و ان بتي كو دو بوس و ان بتي كو دو بوست باش نوريو ان شاء الله المغرب ديالنا لا كوب دي موند و لا كان ديالنا 2025 ان شاء الله و لا لو مونديال 2030 فوالا. و ديما 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 المغرب. ايوا ان شاء الله غنمشيو طنجي، تيتوان، كازا، مراكش، الرباط ان شاء الله، وحنا غاديين ان شاء الله. ضروري الخيريات، حنا جينا اصلا على الخيريات، نعملوا الدوره ديالنا حيت عندنا فين سوقو حتى في اوروبا، ولكن المغرب ديالنا دائما دائما المغرب ديالنا. الخيريات ان شاء الله نمشيو ندوزوهم واحد واحد ان شاء الله. بغيت نقول لكم هذا الرالي هذا اللي كتشوفوه راه خدمنا عليه اكثر من 4 سنين، كان في الاول كفكره والحمد لله دابا طبق الارض الواقع. وبغيت نقول لكم هذا الرالي هذا ماشي جبناه باش نبانوا بالطوموبيلات ولا شي حاجه، لا بالعكس، جبناه انه عامل اساسي، انه عمل خيري، واخترنا هذا التاريخ هذا ماشي صدفه، لا بالعكس اخترناه لانه جا قريب العيد الاضحى ان شاء الله، باش نفرحوا ديك الاطفال حتى هما يفرحوا، ما تكونش عندهم فرحه وحده، يكونوا عندهم جوج فرحات. وباقي ان شاء الله غنمشيو لتطوان، كازا، ورباط، ومراكش، باش نحاولوا نبارطاجيو الفرحه ديالنا مع الناس كاملين. وباقي الخير ان شاء الله ما تجي، وعاش الملك، والصحراء ديما مغربيه. Bonjour à tous, moi c'est Fabio Laval, je viens de Belgique, ici avec la Ferrari Portofino. C'est un honneur et un plaisir pour nous d'être ici au Maroc pour découvrir ces belles routes et tout ce que le Maroc a à nous offrir. Il y a une hospitalité énorme et un accueil chaleureux. Et on vient surtout pour la bonne cause, pour venir en aide aux orphelinats. On vient ici vraiment pour des œuvres caritatives et à la fois pour mettre en avant Diabolica, pour mettre en avant le Maroc 2030, pour exposer tout ce qu'on a à montrer partout dans le monde. Donc vraiment les amis, merci, choukran et à bientôt.